الحمد لله القائل في كتابه العزيز: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. أحمدك اللهم حمداً يليق بجلالك، وأثني عليك ثناءً يليق بعظمتك، وأسألك سبحانك أن نكون من هؤلاء الذين ذكرت، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة، حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. فنحن في يوم مبارك وساعة من ساعات القبول في الجمعة الأخيرة من رمضان، ومن حسن الطالع أنها في 26 منه، أي أننا بإذن الله تعالى في 10 الأواخر وفي ليلة 27، وهي من أرجى الليالي في استقبال ليلة القدر. نسأل الله أن يبلغنا إياها، وأن يجعلنا ومصرنا العزيزة بحق هذه الساعات والنفحات، أن يجعلنا ومصرنا العزيزة أمناً أماناً سخاءً أخاءً وسائر بلاد العالمين. وألخص حديثي في 3 نقاط: الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فرمضان شهر الجود والكرم، ولا سيما في هذه الأيام، أيام الزكوات والصدقات، الصدقات العامة، صدقة الفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نغني الفقراء والمساكين في أيام الأعياد وقبلها، أغنوهم في هذا اليوم، أغنوهم عن السؤال، وتكفل سبحانه بالثواب العظيم، فقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة.
ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ويقول الشاعر: الناس للناس، الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، يوم لك ويوم عليك. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، وأفضل الخلق ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، لا تقطعن يد المعروف عن أحد، لا تقطعن يد الإحسان عن أحد ما دمت تقدر والأيام ترات. دول يوم لك ويوم عليك. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام ترات. واذكر صنيعة فضل الله أن جعلك إليك لا لك عند الناس حاجات. كم مات قوم، كم مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقد قالوا: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم في الخير وحبب الخير إليهم، إنهم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة. أما النقطة الثانية، ونحن نؤمل جميعا أن يبلغنا الله عز وجل ليلة القدر، فإن من أهم ما تستقبل به ليلة القدر سلامة الصدر ونقاء النفس والمبادرة بصلة الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يطلع على عباده في هذه الليلة فيغفر لكل من لجأ إليه إلا لمشرك أو مشاحن. مشاحن مخاصم، يقال اتركوا هذين حتى يصطلحا، وإن أعمال العباد ترفع إلى الله ليلة الجمعة عشية كل خميس، فلا يرفع فيها عمل قاطع للرحم. يقول في الحديث القدسي: أنا الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، يقول رب العزة: أنا الرحمن، أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. رحم ورحمن كلاهما من مادة رحمة. أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعندما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الغار في أول نزول الوحي عليه
معتجفاً إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، قالت: يا ابن أخي، والله لن يخزيك الله أبداً، والله لن يخزيك. لماذا؟ ما حالك؟ إنك لتصل الرحم وتقى الضيف وتحمل الكل، تحمل الضعيف وتكسب المعدوم، توجد له عملاً وصنعه وتعينه على الكسب، ومن كانت هذه صفاته لن يخزيه الله أبدا. كلنا يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحب ليس بالكلام. تحب النبي صلى الله عليه وسلم، عليك أن تقتدي بصفاته. كان صلى الله عليه وسلم يصل من قطعه، ويعطي من حامه، ويعفو عمن ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ الذي يرد الزيارة بزيارة والصلة بصلة. واصل الرحم من يسعى عن إلى الأرحام المقطوعة ليصلها. ليس الواصل بالمكافئ، الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وكان سيدنا مالك بن دينار مع سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب في سفر، فرأى ابن عمر أعرابيا فدعاه وسلم عليه وهش له وأحسن إليه، ثم أعطاه دبته ليحمله عليها، ثم خلع عمامته وألقاها على الأعرابي. والعرب لا تخلع عمامتها ولا عباءتها إلا لعزيز، أي أن سيدنا عبد الله بن عمر خلع عمامته لعزيز عليه. فقال له مالك بن دينار: يا ابن عمر، إن هؤلاء الأعراب يرضون باليسير، وكان يكفيه اليسير، فلماذا فعلت معه هذا؟ قال له: انظر إلى الصلة وإلى الوفاء. قال له: إن أبا هذا الأعرابي كان ودا لأبي عمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. هذه الصلة، وهذا هو الإيمان، وهذا هو التراحم. وإذا كانت هذه الأيام أيام الصدقة وأيام العطاء وأيام التعاون، فخيركم خيركم لأهله. والصدقة على الفقير والمسكين صدقة، وعلى القريب المسكين صدقة وصلة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الفهم. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. نحن كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر المباركة من رمضان، وفيها ليلة القدر التي دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التماسها فيها حتى الليلة الأخيرة من رمضان أيا كانت، سواء كانت ليلة 29 أم ليلة 30. وترك الله أمرها مجملا لنجتهد في هذه الليالي. لكن من المفاهيم الخاطئة عند بعض العامة أنه إذا صلى ليلة 27 ظن أن رمضان قد انتهى، وأنه قد أدى الذي عليه،
وفطرت همته وضعفت عزيمته، مع أن الطاعة تولد الطاعة والعبادة تعين على العبادة. علينا أن ندرك أن فضل الله واسع، ولكن الأمر ليس فقط في مجرد قيام ليلة واحدة تظن أنك قد أديت بها كل الذي عليك. لا، الأعمال بخواتيمها، الأعمال بخواتيمها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله حسن الخاتمة ودوام الطاعة. أحب الأعمال إلى الله أدومها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول السيدة عائشة: وأنت يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: كيف لا يا عائشة، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يحول قلب عبد حوله. وأختم بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله عز وجل فرح بصومه. والفرحة بالفطر نوعان: في كل يوم عند آذان المغرب تفرح بتمام النعمة وبالإفطار، وهي ساعة من ساعات العتق من النار، نسأل الله أن نكون منهم في هذا الشهر الكريم. فإذا كان يوم العيد المسمى بيوم الجائزة، فإن الله كما جاء في الحديث عند البيهقي: لله فيه عتقاء من النار مثل ما أعتق طوال الشهر الكريم. أما الفرحة الكبرى عندما تدعى لتدخل من باب الريان، عندما تجد الملائكة تنتظرك ساعة الحشر عند قبرك، بنص القرآن الكريم حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، عن جهنم والعياذ بالله، أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، مجرد صوتها، نسأل الله أن نكون منهم، لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة. قال بعض أهل العلم والمفسرين: يأتي ملك لكل عبد مؤمن صالح، يقف عند قبره يوم المحشر ساعة الهول، وهي ساعة عصيبة، يقول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس حفاة عراة. فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء يا رسول الله؟ يقول لها الرجال والنساء يا عائشة، تعيد عليه القول: الرجال والنساء يا رسول الله؟ يقول الرجال والنساء يا عائشة، الرجال والنساء يا رسول الله؟ يقول لها: الأمر أشد يا عائشة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، التي في الشهر الأول تضع، والتي في السنة تضع، والتي في الخامس تضع، تضع بأوان وبلا أوان، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. ولقد جئتمونا فرادى، منفردين من المال ومن الأهل ومن الولد ومن الدنيا ومن اللباس، كما خلقناكم أول مرة، كما بدأنا أول خلق نعيده، كما ولدتكم أمهاتكم فعلا وحقا، وتركتم ما خولناكم من مال وولد وجاه وكل شيء خلف ظهوركم. في هذه اللحظة العصيبة يأتيك ملك من عند الله وتتلقاهم الملائكة.
هذا يومكم، هذا يوم فرحتكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ليس هذا فحسب، بل إن الإنسان المؤمن تتنزل عليه الملائكة لتطمئنه وتبشره وهو على قيد الحياة في سكرات الموت. وهذا هو قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة، الملائكة تتنزل على الأنبياء والمرسلين، لكنها إكراماً لعباد الله الصالحين تتنزل عليهم لتطمئنهم وهم في النزع الأخير. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا ما دخلوا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ثم يطلع رب العزة بنفسه على أهل الجنة في الجنة يقول: يا عبادي إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ فيقولون: يا رب كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول سبحانه: يا عبادي إن لكم علي أن أرضى عليكم اليوم فلا أسخط عليكم بعدها أبدا. نسأل الله أن نكون من هؤلاء وأن يحشرنا في زمرتهم. اللهم اجعلنا ممن يشربون عند الحوض بيد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم بحق هذه الأيام الطيبات المباركات، وبحق صلاتنا وصيامنا وقيامنا، أن تجعلنا من المقبولين، وأن تجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، اللهم اجعل مصرنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد العالمين. اللهم اجعل رزقها رغدا من السهل والجبل والبر والبحر، وهيئ لها من أمرها رشدا. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.